وللتعليق على الاعتقالات التي طالت المدنيين اليوم في قضاء طارمية شمال بغداد، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام. دكتورة، بداية نقلتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب مناشدات أهالي الطارمية إلى العالم لإنقاذهم. لو تنقلي لنا الصورة تفصيليا وما يحصل في قضاء الطارمية. نعم، الحقيقة يعني منذ البارحة قامت قوة مشتركة من القوات الحكومية والميليشيات. القوة الحكومية كانت هي اللواء 42 وميليشيا الحشد أيضا اللواء 59 في الجيش الحكومي والأمن الوطني والاستخبارات أيضا، قاموا بحملة على قضاء الطارمية وتم إغلاق القضاء وحملة واسعة من الاعتقالات العشوائية أسفرت عن طبعا اعتقال ما يقرب من 50 مدني. طبعا أثناء الحملات كان هناك في الحقيقة اعتداء وانتهاكات ضد المواطنين، حتى النساء طالتهم هذه الاعتداءات من ضرب وإهانات، بالإضافة طبعا إلى الاعتقالات. وبالتالي قام أهالي الطارمية يعني إطلاق مناشدة من أجل إنقاذهم وإيصال ما يحدث لهم إلى العالم. نعم. طيب، يعني هذه الحملة هي ليست الأولى على قضاء الطارمية، هل من إحصائيات لأعداد المعتقلين والمخفيين من أبناء القضاء، ومنذ متى تتم هذه المداهمات والانتهاكات؟ نعم، الحقيقة يعني قضاء الطارمية من المناطق المستهدفة منذ بداية الاحتلال الأمريكي لرقم 2003، ولا تمر فترة إلا وهناك حملات، يتم إطلاق حملات بمختلف الذراع على منطقة الطارمية، ويتم تطويق المنطقة والقيام باعتقالات بين صفوف الرجال والشباب وحتى الأطفال. الحقيقة يعني في كل مرة يعني هناك اعتقالات تصل إلى المئات من الأشخاص وإلى جهات مجهولة، لا نعرف لحد الآن مصير بعضهم، خاصة وأن الميليشيات كانت قد قامت بعمليات سابقة حتى بدون هناك مشاركة للقوات الحكومية، والجميع لاحظ تابع هذه العمليات وكيف أسفرت عن الآلاف من المعتقلين من أهالي الطارمية، بعضهم مخفي قصرا لا يعرف مصيرهم. نعم. طيب، يعني هذه العمليات تتكرر بين فترة وأخرى، هنالك حملات اعتقال بحق أهالي الطارمية، ما تفسيرك لاستهداف قضاء الطارمية وأهله المستمر من قبل القوات الحكومية والميليشيات؟ نعم، يعني الحقيقة إذا عرفنا الهدف من وراء هذه الحملات سوف نعرف لماذا يتم مثل هذه الحملات. الحقيقة منطقة الطارمية هي من مناطق حزام بغداد، من المناطق الاستراتيجية التي تصل العديد من المناطق المهمة بالعاصمة بغداد، ولذلك سعت الميليشيات للسيطرة على هذه المنطقة وارتكاب أبشع الانتهاكات في سبيل إرهاب أهالي هذه المنطقة واخضاعهم لسيطرتها، بالإضافة إلى ذلك تهجير أهالي هذه المناطق من أجل الاستيلاء على هذه المناطق، خاصة يعني لأهداف كثيرة. نعرف جيدا أن هناك مخطط تغيير ديموغرافي يجري في العراق منذ فترة طويلة، ومنطقة الطارمية من المناطق المستهدفة في هذا التغيير. إضافة إلى ذلك فإن هذه المناطق لها أهمية اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العراقي، ولذلك السيطرة على هذه المناطق أيضا يشكل مورد مهم جدا للميليشيات وغيرهم ممن يعتاشون على هذه العمليات. نعم. مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.